تشيز كيك موس الفراولة، من الوصفات اللذيذة جدا جدا جدا. وعشان نعملها عايزين الآتي: عايزين 3 كوب بسكوت مطحون، 100 جرام زبدة، 200 جرام جبنة كريمي، 2 كريم شانتيه اللي بيبقى بودرة في الأكياس، 1.5 كوب كريمة سائلة للحلويات، 4 معلقة كبيرة ليمون، موس فراولة. عايزين عشان نعمله كوباية عصير فراولة، علبة حليب مبخر، 2 جيلي فراولة، 1/2 كوباية مية، وللوش عايزين كريمة مخفوقة وفراولة. أول حاجة هنعملها، هناخد دلوقتي عصير الفراولة اللي عندنا. شوفوا هنحط إيه بقى على النار، ركزوا معايا. هنحط على النار عصير الفراولة، هنحط 1/2 كوباية المية، وهنحط الجيلي الفراولة. يبقى حطينا هنا ايه، علبة، حطينا كوب عصير فراولة، وحطينا 1/2 كوباية مية، واتنين من جيلي الفراولة. ناقص ايه دلوقتي؟ ناقص اللبن المبخر، الحليب المبخر، وده هنحطه معاها. بس امتى؟ لما يدوب الجيلي على النار هنحطه في الخلاط مع اللبن المبخر. هناخد الكلام ده ونروح على النار علشان خاطر الجيلي اللي عندنا يدوب. تمام. طب هخليها على النار هنا ونروح هناك مع بعض نعمل التشيز كيك نفسها شخصيا. علشان نعملها هناخد الجبنة اللي عندنا، 200 جرام من الجبنة الكريمي، وهنحط طبعا لو انتوا عايزين بقى كمية اكبر ضعفوا الكمية او اعملوها مرة ونص. هنحط هنا الجبنة الكريمي بتاعتنا، وهنحط عليها كريمة الحلويات، هنحط الكريمة البودرة، وهنخفق مع بعض. واخر حاجة هنحطها هي الليمون. تعالوا بقى كده نبص بصة على الجيلي بتاعنا، يعني هو ابتدى يدوب. بس احنا امتى بنعرف بقى انه دوب خالص؟ لما ما نشوفش حبيبات ابدا فيه. بس طبعا في حبيبات الفراوله هنا فمش عايزين نتلخبط. تمام جدا، اول ما بنحط الليمون على طول الكريمه عندنا بتشد كده. تمام جدا. هاخد دلوقتي البسكوت المطحون اللي عندنا وهنبتدي نفركه كده مع الزبده السايحه اللي عندنا. هنحط كده يعني هو احنا يمكن 3 كوبايات كتير، كفاية 2.5 كوبايات، 2.5 كوبايات كفاية. هناخد الزبدة ونحطها كده هنا ونبتدي نخلطهم مع بعض. انا بحب دايما اخلطهم بايدي. تمام. هنفرد بقى كده البسكوت بتاعنا هنا بالشكل ده. خلاص 2.5 كوبايات كفاية. ونبتدي دلوقتي نضغطه. ها يلا نخلص ده كده ونضغط ده. هنا عندنا الجيلي عندنا خلاص، بصوا خلاص غلي كده، يبقى داب تمام. اوكي، فده كده هنطفي عليه. وهنعمل ايه؟ هناخد الحليب اللي عندنا ونحط عليه الخليط بتاع جيلي الفراولة ونضربه في الخلاط. ولازم تعملوا الخطوة بتاعت الخلاط دي. تمام خلاص، احنا كده ناقص بس دلوقتي ان احنا ناخد الخليط بتاع التشيز كيك بتاعنا. في الفريزر لمدة بس ربع ساعة بس، يدوب يعني ايه، نقول ربع ساعة بس اجمدها شوية قبل ما احط عليها طبقة الجيلي اللي عندنا. ادي التشيز كيك بتاعتنا، حطينا لها الجيلي على الوش زي ما اتفقنا، الموس اهو. وممكن دلوقتي نزينها كده بشوية كريمة، هي طبعا عايزة تجمد اكتر من كده شوية،
ولكن هنحاول نحط لها كده شوية كريمة.